مساء الخير، مرحبا دكتور ياسر الصافي. انتظر 4 دقائق ريثما نلتحق بقية المشتركين. دكتورة هدير، أهلا وسهلا بك. السلام أهلا عليكم. وسهلا دكتور. إن شاء الله نأخذ نتفق أربع على دقائق نتفق. ريثما إن شاء يلتحق الله. شكرا. بقية المشتركين. شكرا. تمام، حاضر دكتور.
تحية للجميع. أعتقد دكتورة هدير أننا نبدأ الحصة مع الدكتور ياسر الصافي. الأداء أسعد الله مساءكم بكل خير. تفضل. اتفضل دكتور أكمل. لا تفضل تمام. تفضل. أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدنا اليوم أن نستكمل معكم فعاليات دبلومة قواعد التأهيل للسلك الدبلوماسي والقنصلي التي يعقدها المركز الديمقراطي العربي، والتي بدأناها بالمحاولة السادسة السابقة، وهي المحور الأول المفاوضات وجيوبوليتكس تأثيرها في العلاقات الدولية. قدمها لنا كل من دكتور هاني إلياس الحديثي ودكتور عبد الوهاب القصاب. المحور الثاني كيفية كتابة المقال باللغة العربية واللغة الأجنبية، وقد قدمها لنا كل من دكتور لبنى غريب مكروم ودكتور فاطمة هاني. والمحور الثالث مدخل في القانون الدولي المعاصر والمنظمات الدولية والإقليمية، قد قدمها لنا كل من دكتور عمر بن عيشوش ودكتور عمر حسين بوشعالة. والمحور الرابع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول، قدمته لنا دكتور منيا رحيمي. والمحور الخامس العلاقات والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقضايا الاقتصاد السياسي الدولي، وقدمها لنا كل من دكتور رنيم زياد جوابرة ودكتور علي منصور عطية ودكتور علي لطرش. كما قدمنا أولى محاضرات المحور السادس بعنوان القضايا الدولية المعاصرة، قضايا وصراعات في الشأن العربي والأمن القومي العربي، وقدمها لنا دكتور محمد حسين سبيتي. كما قدمنا ثاني محاضرات المحور السادس بعنوان العلاقات السياسية الدولية، صناعة السياسة الخارجية وأدواتها، وقدمتها لنا دكتورة حورية قصعد. وقدمنا ثالث محاضرات المحور السادس بعنوان تسوية الصراع العربي الإسرائيلي حول الحرب في غزة، وقدمها لنا دكتور محمد صادق إسماعيل. واليوم نقدم آخر محاضرات الدبلومة المحور السابع والأخير للدبلومة بعنوان الدبلوماسية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدكتور ياسر الصافي. هتمتد لمدة ساعتين تعويضا عن محاضرة التخطيط السياسي ودوره في الأداء الدبلوماسي، والتي كان يفترض تقديمها لنا دكتور إلاف راجح هادي. أسلم الآن القاعة لدكتور ياسر الصافي. مساء الخير شكرا دكتور. جزيلا، شكرا جزيلا. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر المركز الديمقراطي العربي على إتاحة هذه الفرصة ضمن هذه الدبلومة التدريبية، والتي تعالج قلة التعامل معه من طرف مراكز الدراسات والجامعات. فهذه الفرصة على مدار الشهر كامل جعلت الخريجين وكذلك الباحثين يفتحون أعينهم على جوانب أكثر أهمية ودقيقة في مجال الدبلوماسي والقنصلي على يد أساتذة مختصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي. وقبل أن أتمم أود أن أشارك معكم، هل تم عرضها؟ تمام، واضحة؟ توضح شكرا. قدامي. واضح. إذا عموما تندرج هذه الورشة في إطار الدبلومة التي يشرف عليها المركز، وهي فرصة للمهتمين وكذا الطامحين للولوج إلى السلك الدبلوماسي التعرف على الجانب المعرفي المتعلق بالمجال الدبلوماسي والقنصلي، مما يجعلهم متسلحين بمعارف ومعطيات ستفيدهم في اجتياز المباراة تشرف عليها وزارات الخارجية لكل دولة في المنطقة العربية. لكن لابد أن أفتح القوس هنا وأقول على أن الجانب المعرفي هو جد مهم، لكن لا يجب أن ننسى جانب آخر وهو أكثر أهمية، وهو مرتبط بالمحددات النفسية والشخصية، بحيث أصبحت تعتمد عليه الموارد البشرية في اختيار الموظفين الدبلوماسيين.
وهذه فرصة أحيلكم على دراسة كنت قد سبق ونشرتها بذات المركز تحت عنوان معايير الموارد البشرية اختيار موظف في السلك الدبلوماسي دراسة من منظور سيكومتري. فالاختبار النفسي والشخصي أصبح هما أول عملية في اختيار دبلوماسي للالتحاق بوزارة الخارجية، وهنا أقفل القوس. وعودة إلى موضوع الورشة الرئيسي، نقول أنه تغيرت الطبيعة الدبلوماسية في القرن 21 بفضل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة يعني الدبلوماسية الرقمية تعزز من القدرة على التواصل والبناء العلاقات الدولية عبر الإنترنت. إضافة إلى ذلك، يعزز الذكاء الاصطناعي من كفاءة هذه الدبلوماسية من خلال تحسين اتخاذ القرارات وتحليل البيانات الضخمة. تسعى هذه الورشة إلى استكشاف العلاقة بين الدبلوماسية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات الحديثة تشكيل مستقبل العلاقات الدولية وتيسير اختزال كذلك يعني العمل الدبلوماسي والقنصلي من الناحية الزمنية، دون أن ننسى كذلك يعني الإلمام يعني والإحاطة بمختلف التحديات القائمة عند الانخراط في هذا النوع من الدبلوماسية الحديثة، لكون كما يعلم الجميع أن أدواتها كلها ليست من إنتاج محلي وطني. إجمالا، النوع غير تقليدي من الدبلوماسية يعني يوظف تكنولوجيا الاتصال والمنصات التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمؤثرات الثقافية وكذلك الإعلامية، وكل يعني أي وسيلة ووسائل لا تدخل ضمن يعني ما يسمى بالقوى الصلبة أي القدرة العسكرية، بغية تحقيق الأهداف المسطرة ضمن يعني السياسة الخارجية والممارسات العامة للدول الرامية للتأثير على الحلفاء والخصوم، بما فيهم رؤساء الدول والحكومات، كذلك الجيوش ويعني وكذلك المواطنين أي الشعوب، وذلك تحقيقا يعني المسطرة. كما تم الاعتماد على تطبيقات ويعني كذلك يعني كل ما هو يدور في فلك الذكاء الاصطناعي في مجال العلاقات الدولية، بحيث أن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدا في الممارسة الدبلوماسية والقنصلية، نظرا لقدرته وقدرة هذه التطبيقات على اختزال الوقت وتحليل السريع والدقيق للبيانات الضخمة، ثم يمكن عبره التنبؤ بمجموعة من الخيارات المتاحة عند العملية التفاوضية أو المفاوضات الدبلوماسية بشكل عام. فإذا إذن لا يمثل فقط الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية، بل هو أيضا ينظر له من جانب آخر على أن كونه تهديد وتحدي، على اعتبار أنه أضحى يتم استعمال هذه التطبيقات ضمن يعني المجال العسكري والأمني والاستخباراتي ثمن الحرب أو السلم، الشيء الذي يهدد معه يعني استمرار تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقصد معرفة كل ما تقدم بنوع من التفصيل، تتمحور الورشة لمحورين رئيسيين التاليين: أولا، دور التكنولوجيا في صناعة خارجية مع إبراز أهم الأدوات التنفيذية لهذه السياسة الخارجية سواء عند الدول والمنظمات الدولية. فيما يخص المحور الثاني فهو معنون كالتالي: استفادة المجال الدبلوماسي والقنصلي من الذكاء الاصطناعي مع تبيان يعني الآثار على مستوى العلاقات الدولية والتهديدات المحتملة عند الاستعمال. وقبل تناول مضامين المحورين، لابد لنا من تحديد المفاهيم الأساسية لهذه الورشة، والتي ستساعدنا طبعا في يعني إحاطة وتبيين الفروق وأوجه التشابه والحدود الفاصلة بين كل مفهوم عن الآخر والمفاهيم المشابهة،
ونبدأ بالمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الورشة، ثم فيما يلي المفاهيم المشابهة قد تتصادفون معها في التقارير الرسمية الحكومية والدراسات أو الإعلام أو بالفضاء الجامعي أو معرض هذه الورشة. نبتدئ بالمفهوم الأساسي الأول لهذه الورشة، الدبلوماسية الرقمية. تحيل على استخدام التقنيات الرقمية خاصة الإنترنت من قبل والمؤسسات الدبلوماسية لتعزيز التواصل وتقديم أو التفاعل مع الجمهور الدولي. تشمل الدبلوماسية الرقمية على استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات الإلكترونية وقنوات الاتصال الرقمية أخرى لبناء والتواصل مع الجمهور المحلي وكذا العالمي. بخصوص المفهوم الأساسي للورشة الثاني، الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي هو مجال علم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري من خلال القدرة على التعلم، التفكير واتخاذ كذلك يعني القرارات. والذكاء الاصطناعي يشمل العديد من التخصصات مثل التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، ثم الرؤية الحاسوبية. فيما يخص المفاهيم المشابهة، وهي تعد جزء من المفهوم أو تطور المفهوم الأساسيين لهذه الورشة، نبتدئ أولا بالرقمنة. هي عملية تحويل المعلومات أو العمليات من شكلها يعني الكلاسيكي التقليدي مثل يعني الورق إلى شكل رقمي يمكن معالجته إلكترونيا باستخدام أنظمة الحاسوب. وهذه الرقمنة ترتكز على تحويل البيانات والأعمال الورقية إلى ملفات رقمية بدون تغيير في طريقة العمل نفسها. أما بخصوص المفهوم الآخر، التحول، هو يعني عمليات استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحويل العمليات التجارية التقليدية والخدمات والمنتجات إلى شكل رقمي بهدف تحسين الأداء والكفاءات وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. فيما يخص المفهوم الآخر وهو الانتقال الرقمي، وهو عملية انتقال من استخدام الأساليب التقليدية في إدارة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية دون إجراء تغييرات جذرية في هيكل المؤسسة أو في طرق أو نمط يعني طريقتها الأساسية في العمل. ويعد الانتقال الرقمي جزءا من التحول الرقمي لكونه أكثر يعني تركيزا على إدخال التكنولوجيا الرقمية كجزء من العمليات القائمة. فيما يخص المفهوم الآخر، التعلم الآلي، وهو يعد وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، يعني يعنى بتطوير أنظمة وبرامج يعني لها القدرة على التعلم من البيانات يعني الضخمة وتحسين أدائها بمرور الوقت دون الحاجة إلى يعني برمجة صريحة لكل خطوة. وهذا يعني التعلم الآلي يعتمد على خوارزميات تحليلية تعتمد على البيانات الضخمة لاكتشاف الأنماط وتطوير توقعاتها أو قرارات بناء على تلك البيانات، هي البيانات الضخمة. فيما يخص يعني مفهوم البيانات الضخمة، وتشير إلى يعني هي مجموعة كبيرة من البيانات التي تكون بحجم أو سرعة أو تتنوع يعني تنوع كبير جدا، بحيث يتعذر على يعني نظم البيانات السابقة أو التقليدية في معالجتها بنوع من الكفاءة والفعالية. إذا يتم استخدام تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والتحليل الإحصائي قصد يعني استخراج رؤى يمكن يعني تنفيذها على الأرض الواقع، يعني رؤى قابلة للتنفيذ من هذه البيانات. وننتقل إلى المفهوم الأخير ضمن المفاهيم المشابهة أو لها علاقة بهذا، يعني الأمن السيبراني، وهو مجموعة من الممارسات والتقنيات المصممة لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات
من يعني الهجمات الإلكترونية والتجسس والاختراقات، يهدف بشكل عام الأمن السيبراني إلى حماية البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به أو تعديل أو تعطيل. بشكل عام كانت هذه هي أهم المفاهيم المرتبطة بموضوع الورشة حتى لا يقع أي خلط بما نحن بصدد. ننتقل لتبيين أهمية هذه الورشة وتكمن يعني أهميتها في الوقوف على يعني المسار التطور الذي عرفته يعني الدبلوماسية، يعني هي كما يعرف الجميع على أنها هي أداة لتصريف السياسة الخارجية في ظل تعاظم دور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتي لها يعني دور في يعني ظهور هذا يعني المفهوم الجديد أو المصطلح الجديد المتمثل في الدبلوماسية الرقمية، وهو ما أتاح يعني للمنظمات في ذلك الدول فرصة غير مسبوقة لتحقيق مصالحها والاستفادة منها من هذا يعني الفضاء السيبراني التفاعلي، الذي يعني فضاء تفاعلي استوار عبر الاجتماعات واللقاءات متجاوزا يعني الطرق الدبلوماسية التقليدية. وعليه بعد يعني المفاهيم وأهمية الورشة ننتقل مباشرة للمحور الأول، والذي تم عنوانته دور التكنولوجيا في صناعة السياسة الخارجية، مع إبراز أهم أدوات التنفيذية لهذه السياسة الخارجية سواء عند الدول والمنظمات الدولية. وسيتم التطرق في يعني ضمن هذا المحور إلى نقطتين أساسيين: الأولى الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية الرقمية، والنقطة الثانية المرتكز الرقمي في السياسة الخارجية للدول والمنظمات الدولية. هذه النقطة الأولى من المحور الأول، لن أعود فيها على تعريف الدبلوماسية وأنواعها والفاعلون إلى آخره، فقد تم التطرق لها ضمن يعني على ضمن باقي المحاضرات السابقة. فكما تعلمون أن هذه الورشة هي ختام محاور هذه الدبلومة التدريبية، سأقتصر فقط على بعض الجوانب أو الأدوات التي تقوم عليها الدبلوماسية الرقمية لتحقيق أهدافها. أولا، ما كانت موقع التواصل الاجتماعي في العمل الدبلوماسي. لا شك لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وتليجرام وغيرها من المنصات الأخرى، من يعني الدول يعني رؤساء الدول يتخذونها، كذلك الحكومات للتصريح والتعبير عن مواقف بلدانهم بشكل يعني بنوع من يعني فيه السرعة والفعالية وضمان تفاعل مباشر مع الجمهور العالمي. ومن بين يعني كما يعلم الجميع أن من بين الرؤساء السابقين أكثر استعمالا لمنصات التواصل الاجتماعي نجد في طليعتهم ومقدمتهم دونالد ترامب، وكما يعلم الجميع أنه قام بإنشاء منصة خاصة به على ما أعتقد تروث بعد التضييق الذي حصل عليه في المنصات التقليدية. ويعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية ضد كامالا هاريس من بين الرؤساء الأكثر يعني فهما لقوة هذه المواقع وبقدرتها على جلب يعني الاهتمام وتحويل الانتباه من مسألة إلى أخرى، قضية إلى أخرى، يرى أنها ذات أهمية أكبر. ليس فقط ضمن يعني اطار دبلوماسيتها الرقميه، بل حتى ضمن اطار الدبلوماسيه التقليديه وشبكات الاعلام المتنوعه، اذ باتت تغريداتها على يعني اكس او سابقا تويتر تثير وتجذب الانتباه وتحيل ويعني وتحليل ودراسه ازيد من قضيه دوليه. وكما تعلمون انه مؤخرا تم السماح له باستعمال هذه المنصات بعد حظر طويل. فيما يخص النقطة الثانية، وهي يعني الانتقال من مقر السفارات المادي أو الفعلي إلى السفارات الافتراضية، فلا ريب أنه تعتبر السفارة المقر الثابت للبعثات الدبلوماسية بشكل عام، ودورها هو يعني تمثيل مصالح تلك الدول المفيدة إلى الدول المفيدة إليها في إطار يعني رضا متبادل كما هو معروف في الاتفاقيات المنظمة لهذا المجال الدبلوماسي وكذلك القنصلي. أن المفهوم المادي للبيانات الدبلوماسية طرأ عليه نوع من للبنيات الدبلوماسية، يعني المقرات الدبلوماسية طرأ عليه نوع من التغيير، لما يعني أصبح الحديث عن
مفهوم جديد، وهو يعني السفارة الافتراضية، على الرغم من يعني أنه أثار وأثار مجموعة من يعني الميدات حول، وكذلك التساؤلات حول، لا سيما حول إمكانية مواكبة هذا النوع من يعني المقرات الافتراضية، يعني أنشطة السفارة المادية. فوصف السفارة الافتراضية يحيل ليس هنا يعني هناك مبنى فعلي مادي به يعني مكاتب موظفين، لهذا بات مفهوم السفارة يحتاج لإعادة نظر بعد بروز مصطلح السفارة يعني الافتراضية، فقد أضحى بالملموس عند صانع يعني صانع القرار الخارجي أن التكنولوجيا الاتصال والمعلومات بدلت يعني قواعد وكذلك ملامح الدبلوماسية باستعمال يعني حلول رقمية لتقديم مختلف أفكار والثقافات، الشيء الذي ينبغي يعني مشاركة واسعة من طرف الحكومات في تطوير هذا الفضاء الافتراضي. في هذا الإطار نجد على أن بالفعل ومن خلال الملاحظة أن هناك يعني مجموعة من الدول اعتمد هذا النوع من السفارات، فلقد ذهبت العديد من الوزارات الخارجية إلى إحداث هذا النوع من السفارات غير المادية تعمل على أداء المهام الدبلوماسية المتعارف عليها في السفارات يعني السفارات الفعلية، إلى جانب تقديم الخدمات القنصلية الإلكترونية، وتعتبر السفارات الافتراضية نوع من أنواع التمثيل الدبلوماسي للبلدان الراغبة في إقامة وجود دبلوماسي لها، البلدان التي لا تستوفر فيها على مبنى سفارة مادية، أو نظرا لعدم وجود علاقة دبلوماسية رسمية بين البلدين، ومثاله كما هو في يعني في الصورة يعني السفارة الأمريكية في إيران، وهي سفارة يعني افتراضية، وكما أن هذه النوع من السفارات يتم إحداثه من أجل يعني في بعض الأحيان استكمال أدوار السفارة الموجودة على أرض الواقع. ننتقل مباشرة إلى النقطة الثالثة، يعني المواقع ثالثا المواقع والمدونات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. إن الإنترنت باتت يعني تلك يعني النافذة يعني الشاسعة التي تطل عبرها يعني مختلف يعني الوزارات وموظفيها على العالم من خلال عرض أنشطتها يعني اليومية وهياكلها، وهي أداة للتواصل الرسمي الدائم وتخضع لمنطق التحديث المستمر، كما أنها تعمل على فتح قنوات أكبر عدد من المواطنين. وفي هذا الصدد قامت يعني الولايات الأمريكية باعتماد استراتيجية مزدوجة على شبكة الإنترنت بوضع موقعين، الأول state.gov وهي يعني موجهة للمواطن الأمريكي، فيما الثاني هو america.gov وهو يعني منصة تفاعلية مع غير الأمريكيين، وتبني يعني الإدارة ذات خارجية بناء عليه، ويرم هذا الموقع للترويج للقيم التي تحدد يعني شخصية أمريكا نحو العالم. عموما ومن خلال ما تم ذكره عبر هذه الأدوات المستعملة في الدبلوماسية الرقمية، تعني استخدام كل مختلف الاجتماعي وكذلك عموم الشبكات يعني شبكة الإنترنت بشكل مكثف من طرف موظفين دبلوماسيين وكذلك المجتمع المدني وعموم الشرائح الاجتماعية من الأفراد والجماعات، ومن بين هذه المواقع والمنصات يعني التواصل الاجتماعي نذكر على سبيل المثال منصة الفيسبوك وكذلك تويتر الذي أصبح إكس، بغرض الدفاع عن الأفكار والقيم وتأثير على الرأي العام. ننتقل للنقطة الأول وهي حول المرتكز الرقمي في السياسة الخارجية للدول والمنظمات الدولية، وهنا سيتم التركيز على الجانب ملاحظة الدول والمنظمات في الاعتماد على هذا النوع من الدبلوماسية، أي الدبلوماسية الرقمية. يمكن القول هناك بعض يعني بعض المعطيات تفيد
أن كانت سنة 2007 هي البداية الفعلية لظهور الدبلوماسية الرقمية، وهذا ما رده لما قامت وزارة الخارجية البريطانية بإطلاق على شبكة الإنترنت أول يعني مدونة رسمية عبر الإنترنت في العالم، تحديدا في شتنبر 2007، كما تأسس في يعني في ذات السنة سفارة السويد الافتراضية. وخلال السنوات يعني الماضية القليلة بات يعني استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الدبلوماسي متنوعا بشكل متزايد. ومثال على ذلك يستخدم يعني مجموعة من السفراء أو السفراء النرويجيون منصة سكايب للحديث مع الطلبة في الجامعات، في حين أن كما يعلم الجميع وبتتم التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، أن إسرائيل يوظفون منصة الفيسبوك كوسيط تواصلي مع عموم الشعوب العربية. كما يقوم سفراء الأمم المتحدة باستعمال تطبيق واتساب لتنسيق عمليات التصويتية على مختلف القرارات الأممية، بينما كندا وزارتها الخارجية لا زالت تعتمد على تطبيق تر أو إكس لتسليم يعني المستنية الطارئة. إذا استعمال الدبلوماسية الرقمية لم تعد مقتصرة على الشعوب، بل تعده إلى رؤساء الحكومات والدول وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إذ هذا أثر هذا النوع من الدبلوماسية على وقع العلاقات على الساحة الدولية، وتشكلت بوادرها يعني بشكل كبير لما حدثت واشنطن مكتبا متخصصا في الدبلوماسية الإلكترونية منذ سنة 2002، وقد عرف هذا الخيار يعني اهتمام باقي الدول، حتى أن هناك يعني أن الدنمارك عينت في أواخر سنة 2017 سفيرا لها في وادي السيليكون، الذي يضم أضخم يعني كما يعلم الجميع شركات متخصصة في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذات السياق عمل بلدان على تعيين سفراء رقميين مشهود لهم يعني بالخبرة في المجال، حيث أضحت تطبيقات التواصل الاجتماعي وأدواتها الرقمية من الوسائل الأساسية عند يعني صنع القرار الدبلوماسي للتأثير والتحكم في يعني باقي الشعوب وتوجيه الرأي العام بشكل عام، إلى جانب فرض يعني ثقافتها وكذلك حضورها في مختلف الميادين، إلى مرحلة استخدامها كأدوات ذات فاعلية في خلق تغيرات جذرية، كما وقع ولاحظناه وعايشناه في المنطقة العربية تحت مسمى بالربيع العربي، وهو مصطلح إعلامي. ونشير أن حاليا أصبحت يعني مقاس قوة الدول يعني بمدى تأثيرها الرقمي، وكذلك يعني أصبحت المؤشرات الرقمية تدل على قوة الدول وإشاعتها. وفي هذا الإطار هناك مجموعة من الدول استثمرت مبكرا في الدبلوماسية الرقمية، وتعد فرنسا دولة يعني من الدول الرائدة في هذا المجال، فهي تحتل على الصعيد العالمي الرتبة الثانية من بين 10 الدول الأولى في هذا النوع من الدبلوماسية. وتسعى يعني فرنسا بدبلوماسية رقمية تسميها يعني بدبلوماسية وتعود يعني الجذور هذه الدبلوماسية مع إنشاء وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1995 لأحد مواقع ضمن يعني شبكة الإنترنت، وقد بلغ يعني في مجمل عدد زوار هذا الموقع بشكل يومي 1,700,000 متصفح شهريا. وتعتبر يعني الخارجية الفرنسية رائدة في هذا المجال منذ سنة 2008، وكانت هي أول دولة تنشئ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي على تحديد تويتر منذ سنة 2009. وفيما يخص واشنطن فهي تعد الأكثر توظيفا لوسائل التواصل الاجتماعي، فنجد الأمريكية تمتلك أزيد من
300 حساب على منصة إكس، وتكتب تغريداتها بعدة لغات، قد بلغ عدد اللغات المستعملة حاليا إلى 11 لغة، وتستعمل ما يزيد عن 400 صفحة في الفيسبوك، وتكتب باللغة الإنجليزية ولغة الدولة المضيفة التي توجد فيها سفارتها. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغ عدد دبلوماسيها في الخارج المستخدمين للدبلوماسية الرقمية ما يزيد عن 900 دبلوماسي، وضمنهم 39 سفيرا، وذلك للتواصل يعني بشكل مباشر مع ما يفوق 20 مليون يعني شخص في أرجاء العالم. تعلق بالمنظمات الدولية، فالاتحاد يعني الأوروبي على سبيل المثال أولى أهمية للدبلوماسية الرقمية بربطها بالدبلوماسية الثقافية، حيث ترى هذه المنظمة الإقليمية أن الدبلوماسية الرقمية أصبحت من الاستراتيجيات يعني الحديثة الرامية لتوفير إمكانيات الوصول إلى المضمون الثقافي الأوروبي، ثم عبره تشكيل طريقة جديدة للمشاركة التفاعلية مع خارج مع الأجانب عموما. وترم هذه المنظمة يعني الاتحاد الأوروبي لاستعمال الدبلوماسية الرقمية لتيسير الوصول لثقافاتها المتعددة لمختلف البلدان العالم، وتحقيق التعاون بين عموم الثقافات الأخرى. هذا الأمر ما دفع المنظمة لتطوير منصات رقمية للمحافظة على التراث الأوروبي. نشير أنه بمجرد انتشار يعني الذكاء الاصطناعي طرأ تغيير كبير على هذا النوع من الدبلوماسية، يعني الدبلوماسية الرقمية، خاصة باستخدام يعني هناك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالتجميع وكذلك يعني وفرز وتصنيف هذه المعطيات الضخمة وتحليلها في زمن قياسي وجيز، قصد يعني اعتماد سياسة خارجية تتناسب مع السياق الدولي والإقليمي والوطني. تكمن مقدرة هذه التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ والقيادة في قيادة المفاوضات الدولية باختيار أفضل وأحسن خيار احتمالات، لذا أضحت يعني استعمالات الذكاء الاصطناعي تطغى على العمل الدبلوماسي والقنصلي، بالتالي باتت يعني عماد أساسي عند مختلف يعني وزارات الخارجية عبر يعني العالم، بل حتى أن أصبحت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تقوم بيعني جميع معلومات من عدة مصادر وتحليلها، بما يساهم في تقليص المدة الزمنية وأيضا التأثير على الرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي. علاقة كبيرة ما بين الأجهزة الاستخباراتية وكذلك يعني العمل الدبلوماسي، لكونه يوفر المعلومة وكذلك يعني يساعد وكذلك درع من أدرع الدولة الخارجية. فنعلم جميعا أنه كل دولة لديها جهاز استخباراتي خارجي يقوم بتجميع المعلومات من مختلف الدول. بشكل عام كانت هذه أهم الأفضل التي جاءت في هذا المحور. إذا كانت يعني إذا كانت لكم أسئلة ضمن هذا المحور، فيمكنكم التفاعل بالصوت أو بالكتابة في خانة الدردشة. إذا لم يكن سؤال، قد يكون هناك سؤال مثلا يطرح حول التجربة العربية في مجال الدبلوماسية الرقمية. أقول هناك طبعا عربية في هذا المجال، فمثلا نأخذ على سبيل المثال ليس الحظر الإمارات العربية المتحدة من الدول يعني تعد رائدة ضمن هذا المجال، حيث أطلقت العديد نحن في انتظار دكتور ياسر.
أن المغرب هو فيه يعني هناك أمطار كبيرة. هل تسمعونني؟ أستأذنك دكتور، لقد انقطع صوتك، تمام؟ نعم فأستأذنك نعم إعادة، بسبب الإنترنت. أيوه فعلا، فأستأذن حضرتك تعيد تاني شير للمادة العلمية بتاعت حضرتك. لسه ما ظهرتش. أعتقد يجب أن أخذ الحق مشاركة من المنظمين. هناك يعني رسالة توضح لي أنني يمكنني يعني النشر. أتقاسم تمام، معكم هذه ممكن حضرتك ترسل لنا المادة العلمية وأنا يعني أشيرها لحضرتك. أجرب مرة أخرى، تمام، تفضل. أرسلها للأستاذ كريم. تفضل تمام، دكتور، يمكنك يعني عرض المادة. أستاذ كريم، حضرتك ممكن ترسلها ليا؟ عفوا عفوا دكتورة، لقد انقطع الاتصال. يمكنك دكتور عرض المادة؟ هل تسمعونني؟ هل تسمعونني؟ صوت واضح حضرتك يا دكتور. شكرا. أعتذر، فجودة الإنترنت ضعيفة نظرا لتساقط الأمطار بغزارة في المغرب. شكرا. إذا كما كنت أقول، هل هناك سؤال فيما يخص هذا المحور؟ عموما إذا لم يكن هناك سؤال، فقد تطرق إلى التجربة العربية في مجال الدبلوماسية الرقمية، فنأخذ على سبيل المثال التجربة يعني الإماراتية، وتعد من الدول يعني الرائدة في هذا المجال، حيث أطلقت العديد من الحملات يعني الدبلوماسية الرقمية للترويج لصورة يعني الدولة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، إضافة إلى استضافات فعاليات دولية مثل الإكسبو 2020. كما عملت أيضا المملكة العربية السعودية على تطوير استراتيجيتها في الدبلوماسية الرقمية من خلال تعزيز وجودها الإلكتروني وتسليط الضوء على مشاريع تنموية كبرى مثل رؤية 2030، وهذا على الرغم من وجود تحديات تتعلق بالأمن السيبراني. إذا ننتقل إلى المحور الثاني، والمعنون باستفادة المجال الدبلوماسي والقنصلي من الذكاء الاصطناعي مع تبيان آثار على مستوى العلاقات الدولية والتهديدات المحتملة عند الاستعمال. بدور يعني تقسيمه إلى نقطتين أساسيتين، الأولى استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال الدبلوماسي والقنصلي، والنقطة الثانية خطورات وتداعيات استعمال الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية. فيما يخص النقطة الأولى، تقتضي الضرورة أن نشير، وعلى الرغم من كون يعني مفهوم يعني البيانات الضخمة هو حديث نسبيا، لكن تحليل تأثيرها وحضورها على مستوى الساحة الدولية وكذلك العلاقة الدولية ونظريتها التي تؤثرها، يمثل يعني يمكن النظر له عموما كامتداد وتطوير تحليل أثر الوجود التكنولوجي، وبشكل خاص ثورات الاتصال والمعلومات والرقمنة. ولقد تعاظم دور وتأثير البيانات الضخمة بسبب خصوصياتها في صنع القرارات والسياسات وأتمتتها،
وهو ما أدى إلى تراجع دور الموارد البشرية في التعامل معها بشكل مباشر، إلى حد ظهور تيارات تفيد بنهاية قدرات يعني النظريات التي تم يعني يلم بها في العلاقة الدولية في التنبؤ والتفسير والتحليل، على اعتبار أن الفاعل الأساسي فيها هو الإنسان. بالتالي تنامى صعود يعني دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومختلف الآلات في معالجة البيانات، وكذلك يعني اتخاذ مجموعة من القرارات بشكل مستقل دون الرجوع إلى نظريات والنماذج التفسيرية والسببية، في ظل تزايد يعني مقدرة المسؤول عن صناعة القرار والتصرف في جميع المستويات التفاعلات الدولية باعتماد على الواقع، على واقع وبياناته بشكل مباشر. لغرو أن يعني مختلف المعطيات الموجودة تتسع في وقتنا الراهن بشكل تتسم في وقتنا الراهن بشكل متزايد ومتسارع، ومصادرها هي متنوعة فضلا عن كونها متاحة في أنماط وأشكال متعددة، ومن دون يعني أدنى شك أن البيانات الدقيقة ويعني والمنظمة لها دور هام في يعني أخذ في اتخاذ مجموعة من القرارات يعني الاستراتيجية الصائبة، وكذلك رسم السياسات الاستراتيجية في صناع القرار. وعلى الرغم يعني من توفر المعطيات ففي نفس الوقت هناك يعني هناك تحدي أمام متخذ القرار بسبب يعني ضخامتها، مما يمثل تحديا لهم عند معالجتها واستفادتها منها بشكل المطلوب. لهذا يعني وجدت البيانات الضخمة مكانتها يعني كأداة للدبلوماسية في تجميع وتحليل ودمج البيانات الكثيرة في يعني في المفاوضات والتقارير وحماية الأنشطة القنصلية والدبلوماسية الأخرى. وللبيانات الضخمة تأثير كبير على الوظائف المهمة للدبلوماسية، خاصة تلك الوظائف الأربعة المتمثلة في يعني تجميع البيانات والتقارير الدبلوماسية، وكذلك عملية التفاوض والاتصال والدبلوماسية والشؤون القنصلية. وعلى سبيل يعني المثال، توفر رقمنة التقارير الدبلوماسية يعني فرصة جديدة للتحليل واكتشاف أيضا، بل وحتى وصل الأمر لبروز مصطلح دبلوماسية البيانات ليدل على يعني سهر مفاهيم الآتية من علوم البيانات والتكنولوجيا والحوسبة مع العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والمفاوضات الدبلوماسية. وأحيانا تقدم أداة دبلوماسية حديثة العلاقات العالمية وحتى المحلية. وفي هذا الاتجاه يمكن استخدام كل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تسهيل حياة يعني خاصة القنصلية، الحياة الإدارية للجاليات المقيمة بالخارج، حتى يرى البعض أن مستقبلا يمكن أن تعتمد يعني البلدان على هذه التطبيقات باستبدال قنصلياتها بهذه التقنيات على شبكات الإنترنت تقوم بتقديم الوثائق وكذلك الإجابة على كل المستعجلة دون يعني الحاجة التنقل لمبنى الفعلي أو المادي للقنصلية أو حتى السفارة. هذا من جانب. ومن جانب آخر يمكن للذكاء مختلف المساعدات في مهام البعثات الدبلوماسية، مثلا منح تأشيرات الدخول دون الحاجة للتنقل إلى السفارة المادية، فتقوم هذه الأنظمة يعني الذكية بمنح قرار الدخول أو من عدمه بناء على تلك القواعد البيانات الضخمة المتوفرة في خوادم تلك الدولة، أو إمكانية إحالة في حال هذا الطلب إذا كانت فيه مثلا خصوصية معينة تحتاج إلى تدخل بشري أي للموظف الإداري. إلى جانب الأدوار الإدارية والتحليل للبيانات الضخمة، يمكن يقوم الذكاء الاصطناعي بأدوار كذلك تنبؤية،
يعني بحيث يمنح فرصة لصانعي السياسات بالاستشراف والتنبؤ بالأحداث المستقبلية الممكنة، وهذا يمكن عبر التعرف على الأنماط والارتباطات ضمن البيانات، ومن ثم تحديد التنبؤات للأحداث القادمة واستشرافها. من بين أمثلة هذا هو إمكانية استعمال أطراف الدبلوماسية لهذا الذكاء الاصطناعي ضمن يعني على المستوى الدولي، يعني التنبؤات بالتكتيكات ومواقف يعني الآخرين، يعني وكذلك إمكانية تقديم المساعدة للدبلوماسيين أثناء الأزمات الدولية لمساعدتهم أولا في فهم ثم تحديد الاتجاهات الممكنة اللازمة لسلكها. وعلى سبيل المثال في مجال الأزمات وحالات الطوارئ، يمكن يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجميع مجموعة من البيانات أو طلب المساعدة والمساندة أو حتى نشر رسالة معينة على نطاق واسع. وتعد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أساسية في هذه الحالات، الهجمات السياسية والكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية، لكون إدارة وتدبير المعلومات الشاملة هي أساس ناجح ناجح أي رد فعل تجاه هذا السياق الحرج. فالتواصل يعني بطرق سريعة يمكن البعثات الدبلوماسية والقنصلية من التفاعل والاستجابة بكيفية فعالة مع الأوضاع القائمة، اعتماد على كل منصة التواصل الاجتماعي تواصل فعال مع مواطنيها وكذلك الأجانب. وفي سياق آخر، يمكن الاستفادة أكثر من تقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء مرحلة توظيف الدبلوماسيين أنفسهم، ذلك يعني بالبحث في سلوكه وسماته الشخصية والنفسية والتنبؤ بمستقبله كذلك المهني ومدى أحقيته وجدارته بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي الذي يختلف عن باقي يعني الوظائف الإدارية الأخرى والقطاعات الأخرى. كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء المفاوضات الدبلوماسية بغية يعني الوصول لتحليل سلوك الفرد المقابل عبر رصد حركاته، يعني سلوكاته وحركاته الجسمانية، بغية اختيار يعني التوقيت الجيد من أجل الضغط عليه باستعمال مجموعة من الاقتراحات الذكاء الاصطناعي في آن. عموما ومما لا شك فيه، يرى الدبلوماسية المعاصرة في كونها تعيش حاليا مرحلة انتقال من الدبلوماسية التقليدية المتعارف بشأنها بوسائلها وأدواتها المعروفة إلى دبلوماسية أساس يعني رقمية تتوفر على مجموعة من الأدوات يعني الحديثة، تختلف عن ما هو معمول من الأدوات الكلاسيكية في الدبلوماسية التقليدية. وفي هذا المنحى يقول يعني سفير المملكة المتحدة في لبنان توم فليتشر إن الإعلام الاجتماعي أصبح أمرا لا غنى عنه في العمل الدبلوماسي الحديث، وإنه لا يمكن إهمال مواطني الإنترنت الذين أصبحوا جزءا من المناقشات الخاصة بالسياسة الخارجية. وأضاف كذلك هذا الدبلوماسي المعروف بدبلوماسي تويتر لما له من دور هام في تطوير استعمال الدبلوماسي لوسائل التواصل الاجتماعي، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مهما في العمل الدبلوماسي، إذ إنها تساعد في عمليات جمع المعلومات والتحليل والتأثير على الأزمات. وفي كتاب توازن القوى في العلاقات الدولية لكاتبه ريتشارد ليتل، يرى هذا الأخير أنه من غير الممكن النجاح في تلميع صورة البلد والتحكم في الرأي العام العالمي والتأثير عليه والمساهمة في تشكيله وصنعه دون توفر على الإعلام وجهاز تواصل قوي يمكن ليس فقط من نشر يمكن ليس فقط من نشر وتسويق القيم والأفكار وإحداث الجاذبية الثقافية، بل أيضا في تأطير التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها العالم، وذلك توجيهها وفق مصلحتها انطلاقا من منظومة قوتها، على اعتبار القوة والمصلحة يعدان عاملان رئيسيين مؤثرين في العلاقات الدولية. وكاستدلال على يعني قوة ومكانة الذكاء الاصطناعي
في رسم السياسات الخارجية ومحاولة العظمى، نسوق مثال الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت وزارة خارجيتها بتاريخ 9 نوفمبر 2023 أي السنة الماضية استراتيجية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحت عنوان استراتيجية الذكاء الاصطناعي المؤسسي للسنة المالية 2024-2050، تمكين الدبلوماسية من خلال الذكاء الاصطناعي المسؤول. وهذه الاستراتيجية تعتبر يعني الأولى من نوعها لكونها تصنف ضمن استراتيجية شاملة تحدد نهج الوزارة الخارجية الأمريكية في استعمال الذكاء الاصطناعي لتعزيز دبلوماسية واشنطن، وهو مظهر الدور الهام الذي تطلع به يعني الخارجية الأمريكية في تعزيز ثقافة الابتكار يعني ملتزمة بأعلى معايير الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، الشيء الذي قد يمثل تأثير على الطريقة التي تدار بها الدبلوماسية الأمريكية خلال القرن الحالي. إذا الذكاء الاصطناعي أدوار هامة في مختلف التفاعلات الدبلوماسية وكذلك القنصلية، حتى عدة دول اعتمدت استراتيجيات وتخصيص ميزانيات للاستفادة من ميزانيات لتحقيق من يعني من ميزات لتحقيق أهدافها. الكون لكن بالمقابل وعلى الرغم من يعني طبعا هناك مجموعة من الإيجابيات لهذا الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، فتطرح مجموعة من التحديات متفاوتة الخطورة حسب حالة كل دولة، وهذا ما سيتم توضيحه في النقطة المواليه. النقطة الثانية ستكون حول التداعيات والمخاطر الانفتاح على الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية. الدول تعمل بشكل عام على الاستفادة من كل يعني التقنيات العصرية الحالي ومواكبة التطورات التي بشكل متسارع ومستدام بتكنولوجيا، فضلا عن وجود تنافس كبير بين الدول الكبرى في هذا المجال. ومن يعني الجدير بالذكر أن هذا التطور في التكنولوجيا المعروف بتقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي كان له تأثير على العلاقات الدولية، وهو تأثير إيجابي وسلبي على حد سواء، حيث أثرت بداية الجيل الخامس للذكاء الصناعي أزمة بين الدول، خاصة بين الدول الكبرى، ونسوق هنا مثال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وذلك باتهام واشنطن لموسكو بالتجسس على النظام الأمريكي، إلى جانب التدخل من خلال شبكة إنترنت روسية استناد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، قصد التلاعب بنتائج رئاسية للولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016، والقضية المعروفة هي كومبريدج أناليتيكا. ففي ظل التطور التكنولوجي الحاصل انتقل يعني تدبير النزاعات والصراعات الدولية إلى الفضاء السيبراني، فهناك صراع سيبراني تدفعه عوامل سياسية ويأخذ شكلا عسكريا، تستخدم فيه قدرات هجومية ودفاعية عبر هذا الفضاء، ويوجد صراع سيبراني ذو طبيعة ناعمة يدور رحاه حول التوصل للمعطيات والمعلومات والتأثير في الأفكار والمشاعر وقيادة حروب نفسية وكذلك إعلامية. كما يكون هذا النوع من الصراعات يغلب عليه يعني هناك تنافس يعني طابع تنافسي حول يعني امتلاك واستحواذ، وكذلك السبق في السبق التكنولوجي والتقني، وكذلك سرقة الأسرار العلمية والاقتصادية في المعلومات، والعمل على اختراق الأمن القومي للدول، وميت قراصنة الحواسيب، ثم بث الشائعات وتضليل الرأي العام العالمي باستعمال يعني الكيفيات الناعمة. وبالفعل انتقلت هذه الطبيعة الناعمة أو القوة الناعمة من كونها هي يعني المقدرة على اقتناع إلى يعني
يعني ونشر على نطاق واسع محتوى تضليلي مع استهداف المحدد يعني الشخصي بالمعلومات، سواء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي او عبر الاجهزه الذكيه. وكذلك تعمل مجموعه من الدول على حجب المعطيات والمعلومات عنه، وهذا ما يؤدي تدريجيا في تغيير المعتقدات والاراء ومواقف الشخص دون ان يدري بما التجارب يمكن يعني ايجادها. الآثار الخطيرة للذكاء الاصطناعي على مستوى الساحة الدولية في حالة عدم نجاح الشق الدبلوماسي بمراحله المختلفة، هو تعريض الأمن الدولي للتهديد بسبب انتشار يعني أسلحة خطيرة فتاكة تعتمد عليه ولها يعني المقدرة على التعامل المباشر دون يعني وجود يعني إنساني، يعني بمعنى أن لها قدرة على التشغيل الذاتي. هذا الأمر أثار مخاوف بخصوص حماية الحق في الحياة زمن السلم والحرب، فاستعمالها وانتشارها غير مرغوب نظرا لعدم القدرة على ترويضها يعني أخلاقيا وقانونيا، بل حتى أن المجتمع الدولي في مراحله الأولى لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة في هذا في مجال استعمال الذكاء الاصطناعي. المشكلة هنا هناك يعني قانون تم اعتماده على مستوى إقليمي على مستوى يعني منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو يعتبر أول يعني من نوعه ينظم الذكاء الاصطناعي، وكان السنة الماضية. ولكن على مستوى الدولي ليس هناك حاليا أي اتفاقية بين الدول تنظم يعني استعمالات الذكاء الاصطناعي. وحتى هذا يعني هذا القانون الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي فينظر له أن كونه سوف يتم تجاوزه نظرا للتطورات المتسارعة التي يعرفها الذكاء الاصطناعي. بالتالي سيكون على أي أمام أي قانون يعني تحيينه بشكل مستمر ليسير مختلف يعني التطورات التي يعرفها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام. ومن دون شك وفي زمن عصر الذكاء الاصطناعي ستكون الكلمة الحسن في تحديد مسار الإنسانية ومآل حقوق الإنسان وحريته إلى من يمتلك السيادة التكنولوجيا. أدى انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز القدرات العسكرية للدول سواء في الجوانب يعني التكتيكية والتشغيلية، الشيء الذي زادت معه يعني ارتفاع المخاوف بأن يصبح الفضاء السيبراني ذو طابع عسكري فعلي، يسوده عدة تجاوزات يستعصى السيطرة عليها أمام مرحلة السباق نحو التسلح بتقنيات وأجهزة الذكاء الاصطناعي منذ سنوات. هذا ما قاد ما يزيد الهجومية السيبرانية في إطار لعبة حرة ومتزايدة الخطورة على أساس المعاملة بالمثل من الجانب الاستراتيجي، إذ أن الاستثمار الضار لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هو ومعلن بشكل واضح كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية. وقد استفادت الدول من الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار السياسي وتسهيل العمل الحكومي، ولم تكن الوحيدة، فهناك فواعل أخرى باتت هيك لها ومنافسة في صنع السياسات والتأثير. وفي يعني في مقدمتهم شركات التكنولوجيا التي تطور وتملك تقنية الذكاء الاصطناعي، بحيث تنامى تأثيرها على عدة مستويات منها الاقتصادي وكذلك الأمني والسياسي، وأدوارها التدخلية في الشؤون العمومية، سواء كانت شركات يعني محلية وطنية أو غير وطنية. ومن البديهي أن الشركات غير الوطنية ستكون لها تأثير أكثر خطورة، لأن مسألة ترتبط بالمصلحة الوطنية والسيادة، لا سيما إذا اتضحت هذه الشركات أنها هي توجد بيد الدول الأم للتأثير على قرارات وسياسات باقي الدول الأخرى. وفي هذا الصدد نشكل التأثير الذي قادته شركات متعددة الجنسيات. بمعنى آخر، للذكاء الاصطناعي تأثير على الكيانات السياسية من الناحيتين، إما منتجة لتطبيقاته وتقنياته فهذا يصبح بالنسبة لها من مقدرات القوة،
ويدفع بتقوية قدراتها العسكرية و يعني موقعها على المستوى الدولي ويعني قدراتها الاقتصادية باعتبارنا عمودا أساسيا في أمن الدولة، ومدى تأثيرها خارجيا ومراعاة باقي الدول لمصالحها عند المفاوضات. أما إذا كانت هذه الدول يعني مستهلكة غير منتجة لهذه التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فحتما ستكون متضررة من حيث الاعتمادية على هذه الشركات والدول لتزويدها بهذه يعني بهذه التقنيات. بالتالي تكون هذه الدول أمام يعني تفتقد خصوصيتها وتحويل عموم يعني لمعطياتها ومعلومات مواطنيها إلى خوادم الشركات الموفرة لهذه الخدمة. ثم هدر الموارد والطاقة وتأثر الاقتصاد وإضعاف يعني السياسة الخارجية وتأكل سيادتها. بالتالي هذه الدول المستوردة لهذه التقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تصبح بشكل كبير عرضة لأي هجوم سيبراني من جميع الاتجاهات، سواء كان من طرف دولي أو غير دولتي. حتى أن الأفراد أصبحوا يقومون بشن هجمات فردية أو في إطار تنظيم في إطار مجموعات يعني خاصة بالقرصنة. لابد من القول توجد صعوبات في تنفيذ سياسة الردع بصورها التقليدية في السيبرانية، على اعتبار هناك هامش شبه منعدم لمعرفة الجهة القائدة للهجوم. لذلك تلجأ الدول عادة للهجوم واستهداف الدولة، تعتقد أنها وراء يعني وراء الهجمات السيبرانية ضدها، يقينا لقدرتها على اختراق فضائها السيبراني، وكذلك يعني حداث به مجموعة من الأضرار. عدم المحاولة مرة أخرى قيادة هجمات جديدة. من هنا يتضح أن جوهر الردع في يعني في هذا الميدان يعني الفضاء السيبراني هو متغير عن يعني ما كان سابقا يعني في هذه الحرب الباردة يعني بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. فأضحى الردع هو نتاج يعني امتلاك المقدرة على الهجوم، إلى جانب امتلاك القدرة على صد مختلف يعني التهديدات وكذلك التهديدات الإلكترونية والدفاع السيبراني. عموما بالاطلاع على الواقع يتضح أن هناك صراعا ملفتا تكنولوجيا يعني التحكم في نظم الاتصال والمعلومات، حيث أن عدة من الدول تعتمد عسكرية تخطط وتنفذ الهجمات الإلكترونية ببلدان أخرى سواء كانت معادية أو صادقة، وذلك بهدف إضعافها والسيطرة على يعني على فضائها وبيئتها السيبرانية بغية تحقيق الأهداف يعني المسطرة. وهذا أمر يدخل في إطار بما يعرف بالجيل الجديد بالنظر لقدرتها التدميرية بأقل تكلفة وبعيدا عن يعني مختلف يعني التصرفات وكذلك يعني الأعمال العسكرية الكلاسيكية. ويعمل هذا النوع من الحروب على يعني مهاجمات أو استهداف يعني تلك حتى الدفاعية المعلوماتية الحكومية، وغالبا التطبيقات المستعملة والتكنولوجيا المستعملة تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تكون وفق أيضا وهو شكل خطير من يعني من التحديات، وهو تكون هذه يعني الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مصنوعة وفق تكنولوجيا النانو، بما يسمح من رفع من يعني كفاءتها وأيضا المقدرة على التنفيذ اتخاذ القرار بشكل ذاتي، ويكون وتكون يعني يعني نتائجها أكثر قسوة. بالمجمل وبناء على المحورين يعني يعني المضامين المحورين السابقين، وعلى سبيل الختم يعني يتضح مما تقدم بالفعل أن هناك تغيرات طرحت على الدبلوماسية
يعني هناك تغيرات كبيرة، يعني انتقلت من إطارها يعني التقليدي يعني البيرو إلى إطار حديث وهو مرن يعتمد على مختلف الوسائل يعني التكنولوجيا التي تتيح فرصا كبيرة من أجل يعني التفاعل السريع مع الجهات، مع عموم الجهات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، فقط باستخدام شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي يتواجد بها الملايير من حسابات المستخدمين من بين يعني من جميع الفئات يعني والشرائح العمرية وشرائح المجتمع. ولقد استفادت الدولة من يعني هذا الجانب التكنولوجي عبر يعني جعله أساسا ضمن سياساتها الخارجية، وتعد يعني الدبلوماسية الرقمية هي يعني منفذة، وخاصة في ظل التطور الذي عرفه يعني الذكاء الاصطناعي. بالتالي أضحت أداة لتصريف مختلف المواقف ومختلف السياسات والمبادرات واستراتيجيات نظرا لمرونتها وسهولتها. أيضا يعني من يعني الإيجابيات المهمة التي يعني تطرحها هذه يعني التقنية هو عدم يعني الاستثمار الكبير المالي في الموارد البشرية والميزانية الكبيرة، عكس ما هو متطلب في يعني في التوظيف يعني الموارد البشرية، يعني توظيف الإنسان، توظيف الدبلوماسيين وبناء مقرات وقنصليات في أرجاء العالم. ثم إن الحاجة السريعة للتواصل وتحليل البيانات الضخمة يعني في الأداء الدبلوماسي والقنصلي جعلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل صلب السياسة الخارجية والمفاوضات الدبلوماسية، وهي بالفعل تمكن من اختزال وربح الوقت بشكل كبير، واختيار يعني اختيار أبرز وأفضل القرارات التي تحضيرها من الذكاء الاصطناعي بناء على تلك يعني البيانات الضخمة المتعددة، يعني وكأن من أخبار يعني أخبار وكذلك يعني وغيرها من الأمور الأخرى. إلا أن أدوات الذكاء الاصطناعي بخصوص يعني الدول المستهلكة تبقى غير آمنة، وهذا تملك الدول لهذه التطبيقات، فهي تقوم كما أشرنا سابقا باقتنائها من شركات تكون مقراتها يعني الاجتماعية بدول أخرى، وغالبا تحمل جنسية هذه الدول، الشيء الذي يعرض يعني الأمن القومي لهذه الدول للخطر، وتصبح بذلك عموم ومختلف معطياتها الحساسة بيد هذه الشركات متعددة الجنسيات تخدم بها مصالحها، يمكن يعني أن تؤثر عليها وأن تزود بها، أن تزود يعني أطراف معادية لهذه الدولة مقابل سواء مقابل مالي أو بدون مقابل مالي. إذا هو مما لا شك فيه، وعلى الرغم من الإيجابيات الرامية لتخفيف العبء على الدبلوماسيين وتقليل من نفقات واختزال المدد يعني الزمنية واتخاذ القرار الجيد، هناك تداعيات خطيرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الدبلوماسي والقنصلي، بحيث يهدد الأمن القومي للدول، كما أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسيا في الصناعات الحربية والتجسسية، وقد يزيد من حجم الاحتقان والعنف بين الدول نظرا لعدم وجود إطار كما سبق وأنا أشرت له اتفاق دولي يؤطر استخداماته، باستثناء تلك يعني المحاولة الأوروبية، ولكن لن تقع إلى اتفاق دولي يحدد هذا يعني أخلاقية الذكاء الاصطناعي. فهناك مجموعة من المحاولات من طرف اليونسكو ومجموعة يعني من الدول الأخرى لقضاء يعني كذلك في إطار الاتحاد الأفريقي، أيضا في إطار إعداد يعني قوانين أو استراتيجيات أو اتفاقيات تروم يعني تحديد يعني أخلاقيات هذا الذكاء الاصطناعي. وبهذه الخلاصات أن أنهي المداخلة، فاتح المجال لأسئلتكم ومقترحاتكم واستفساراتكم أو التوضيحات أو حتى إضافات. شكرا لكم. شكرا دكتور ياسر الصافي، دكتور العلوم السياسية بجامعة الملك محمد الخامس من دولة المغرب الشقيقة، على المحاضرة القيمة.
بالإضافة لتوجهي بالشكر لكل محاضرين الدبلومة على وقتهم في تقديم سلسلة محاضرات الدبلومة منذ بدايتها وصولا لختامها التي توجت بالنجاح لولا مجهوداتهم. كما نشكر الحضور الكريم على حسن الاستماع وعلى التزامهم بحضور جميع فعاليات دبلومة قواعد التأهيل لاختبارات السلك الدبلوماسي والقنصلي التابعة للمركز الديمقراطي العربي. إلى اللقاء في دبلومة تدريبية أخرى، وإذا كان يوجد أي استفسارات قبل الختام، قبل إعلان ختام فعاليات الدبلومة التدريبية. أود أن أقول كلمة. أرجو للجميع التوفيق في اجتياز مباراة وزارة الخارجية والالتحاق بالسلك الدبلوماسي لصالح أوطانهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والجهوية، بما يتماشى مع تطوير دولهم على مستوى الاقتصادي والتجاري وغيرها من المستويات الأخرى، قصد تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فهذه الدورة التدريبية هي أتاحت للجميع أدوات يمكنها أن تساعد في تحليل السياسات العمومية والعلاقات الدولية بشكل عام. هذا كلمتي، وأعود لك الكلمة أستاذة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور ياسر الصافي، ونعلن ختام فعاليات الدبلومة التدريبية. شكرا لحضراتكم، في أمان الله.